السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم. راح اعمل لكم فيديو، اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل لايك ومشاركته مع الاصدقاء. هلا راح اعمل لكم علبة يمكن ان تضعوا فيها كل شيء. هاي العلبة ممكن انكم تعملوها محارم، علبة محارم يمكن تضعوها تضعوا فيها شطرنج وإلى آخره. أنا بدي أعمل اليوم علبة من الشطرنج. أول شي بنجيب عدة خشبات، هدول بنقوم بتلزيقهم بالسيليكون زي ما أنتم شايفين، بنقوم بتلزيقها بالسيليكون جيدا من جميع الأطراف. نتأكد انه قمنا بتلزيقتها جيدا، ونخلي جهة واحدة مفتوحة نضع فيها الشطرنج او اي شيء بدنا اياه. بس انا اليوم عملت الشطرنج، بنرتب الشطرنج فيها. هيك العلبة صارت عنا جاهزة من كل شيء. لا تنسون من اللايك والاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء لتعم الفائدة إن شاء الله. إلى اللقاء.